نعم، واحنا بنتكلم دلوقتي على تخفيض يعني قيمة النسب اللي خاصة بالمدن الجديدة أو البناء اللي كان مخالف في المدن الجديدة. هل حضرتك شايف أنه ده في المستقبل هيوقف التجاوزات اللي ممكن تحصل أيضا في المدن الجديدة؟ لأنه يعني احنا شفنا في تجارب سابقة أنه كان في أحياء أو مدن جديدة بتبقى بادية بداية حلوة جدا، وللأسف مع الوقت يبتدي يحصل فيها زحف عشوائي وتتحول مع الوقت ل يعني منطقه عشوائيه، واصلا طبعا بالتالي حتى لو في اي استثمارات هي خلاص قيمه السكن بيقل وقيمه المستوى الاجتماعي بيقل، يعني كلها اضرار في الحقيقه. معاكي طبعا. يعني الدوله المصريه لما بتقالت التصالح، فانا في رايي ان هذا التصالح هو في صالح المواطن، لان اول حاجه انا كدوله كل جنيه بيتم دفعه من المواطن في سبيل التصالح وتقنين اوضاع الدوله بتدفع قدامه مئات الملايين علشان خاطر اولا توصل المرافق والخدمات لهذه المنازل، اثنين تقنين الاوضاع، فانا كمواطن لازم تبقى وحاسس ان انت قاعد بشكل غير قانوني وعرضه للابتزاز من الفاسدين وغيره. انا النهارده بامنك واقنن وضعك تماما، هذا الامر سينعكس على الوحده العقاريه اللي انت ساكن فيها، لانها بتفرق من السوبريا مرتين ثلاث مرات. حتى الرابع ان هذه الفلوس هتتاخد عشان رفع كفاءه هذه المرات. يمكن احنا شفنا منطقه زي الخصوص تحديدا، شفنا قد ايه ما كانش في مشكله كبيره للدوله مثلا عشان تعمل طرق بين هذه القطاع الخرسانيه. لا قدر الله لو حصل اي كارثه في هذه المناطق، ما تقدرش الجهات سواء الاسعافات او النجده ان هي تتحرك وتخش تنقذ المواطنين بسبب هذا. يعني اصبح الامر خطر على السكان قبل ما يكون اي حد. صحيح. وبالتالي هنا كان هناك تقييم وفق لجان نوعيه قيم اسعار التصالح في هذه المناطق، لكن التطبيق على الارض اثبت صعوبة تحصيل هذه الأرقام على المواطن المصري، خصوصا في تفاوت في بعض الأفراد في قدرتهم المالية على هذا الأمر. وهنا برضه أوجه التحية مرة ثانية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونوايد الفضل لأصحابه، إن هو كان سامع أنين المواطنين ووجه الحكومة بتخفيض هذه مصاريف التصالح، وبالتالي أكد إن الهدف ما كانش الجباية أصلا زي ما كانت القنوات المعادية بتصدر هذا الأمر. كل ما هو في الامر ان انا باخد منك الفلوس ديت وهدفع قدامها ملايين اكتر علشان خاطر نقنن هذه الاوضاع عشان توصلك الخدمات، لان هي طبعا زي ما حضرتك شفتي مثلا في بعض المشاهد اللي عرضها رئيس الوزراء التناصر الكبير للعشوائيات على مساحات متراميه، فبتواجه صعوبه كبيره جدا وتكلفه عاليه جدا للدوله عشان تستطيع ترفيق هذه المنازل والبيوت، لانها خارج التخطيط الطبيعي الهندسي اللي تسمح لاي واحد قائم على مشروع ان هو ينفذه، فبتجد صعوبه شديده جدا لمد المواسير ومد المشروعات الخدميه زي هي في الحقيقه التعديات دي اصلا هي ضرر على يعني المتعدي والمعتدى عليه، يعني هي اصلا مش مكسب لاي حد، وفي الاخر الاثنين خسرانين. يعني مع مرور الوقت انت اذيت اللي موجود وبتاذي نفسك برضه، لان انت باني بطريقه عشوائيه وبالتالي انت وجودك غير قانوني، يعني انت لو تحت طائله القانون انت مش متشاف اصلا، فما فيش اي خدمات هتوصل لك. بالظبط. وللاسف بقى يعني يشعر المواطن كما لو كانت الدوله هي اللي بتهمله، يعني بيحصل شعور عكسي، يعني بيترسخ لديه فكره ان الدوله هي اللي اهملته، بس هي الدوله مش شايفاه وما كانش عارفه توصل له عشان تقدم له هذه الخدمه. دي كانت احد المشكلات. ومش عايزين ننسى ان هذه المجتمعات العشوائيه اللي اتشكلت ديت كانت بؤر للجريمه والارهاب والبلطجه وتجاره المخدرات وسوء مستوى المعيشه اللي بيأثر على صحه المواطنين وعلى حياتهم وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي. يعني هذه المناطق ليها امراض مجتمعيه خطيره جدا. للاسف الشديد الاعتداء على الاراضي الزراعيه افقد المجتمع الريفي صفاته وشخصيته، افقد الملايين من وظائفهم اللي كانت معتمده على الزراعه وعلى الصناعات الزراعيه في هذه المناطق الزراعيه. كانت للاسف الشديد فرصه لبعض من صناع الدراما اللي استغل هذه المشاهد لتصدير صوره ذهنيه سلبيه عن الدوله المصريه. صحيح. وترسيخ شكل مسيء للدوله، وكان هي دي شوارع مصر، وكان هي مصر شكلها كده ومفيش الا كده. هي يعني وكان الدوله هي التي تعمدت اهمال المواطنين بهذا الشكل. كل هذه الامور للاسف الشديد هذا الامر كان يمثل خطرا على الامن القومي لابعاد كثير جدا. طبعا.
وكان الاستمرار فيه بالشكل بنفس منواله على هذا الشكل كان هيمثل تهديد كبير للامن الغذائي وتهديد كبير في امن وسلامه المجتمع المصري وفي سلوك المصريين وفي حق الاجيال القادمه. وبعدين الناس تقول لك طب ليه الدوله عملت ده دلوقتي؟ عملت ده دلوقتي لما اصبحت الدوله قويه وعندها ادواتها لتحقيق هذا القانون وهذه الاجراءات. الدوله عملت ده دلوقتي لما وفرت مسبقا مدن جديده سكنيه واسكان متميز ما بين اسكان اجتماعي واسكان متوسط واسكان متميز للمواطنين بشكل عصري يليق ومخطط في اماكن تصلح وترفع مستوى معيشه المواطنين وباسعار تناسب مع هذه الطبقات. يمكن ده عشان ناس كتير بتقول لك هو ليه النهارده؟ هو ليه النهارده؟ علشان انا النهارده وفرت البديل بالزبط. قبل ما اتخذ مثل هذه القرارات. والحقيقه احنا مش دوله مختلفه عن العالم، احنا كتير جدا بنسافر بره وبنبقى غيرانين على صوره بره وازاي ان بره وصلوا كده وازاي طوروا كده. انا شفت في الصين مناطق عشوائيه كامله ازاي كانت تباد تماما وتعطى مهله ضيقه جدا للمواطنين باخلاء هذه المنازل، واذا ما حصلش كانوا بيخلوا يعني بيخلوا هذه المنازل بسكانها وبيتعاد مره ثانيه تخطيطها. في كل دول العالم حصل ده، لكن احنا الدوله المصريه رحيمه بالمواطن المصري، مش هتخرج واحد من بيته، مش هتهدي بيت على واحد ساكن فيها كل ما طلبت بيه، طلبت تقنينه. الدوله سمعت وكان عند الحكومه من عندها من المرونه والجراه في تصحيح مسار عمليه التصالح بتخفيض الاسعار والنسب. واعتقد ان سعر 50 جنيه للمتر في الريف المصري نزع كتير ازمه وهدأ من روعه كتير من اهالينا مواطنينا في كل الريف المصري. وعلى فكره في يعني في برضو وضع في الاعتبار ان احنا يعني في جائحه كورونا واوريدي في ناس يعني كلنا تضررنا اقتصاديا في الفتره دي، فطبعا يعني شيء يعني باين تماما انه ده اتحط في الاعتبار في تخفيض القيمه كمان. ما هو دوت لان انا بتكلم عن قدره المرونه واستماعها وانصاتها وقدرتها على تصحيح مسار هذا الامر. القياده السياسيه سمعت انين المواطن ان هو بعضهم مش قادر، يعني احيانا بيبقى في كبار سن مواطنين على المعاش، مطلقات او ارامل، امراه معيله قد لا تستطيع او شخص مريض لا يستطيع حتى الوفاء بقيمه هذا التصالح في الصوره الاولانيه. اعتقد ان هذا الامر الان بقى يعني اولا مخفض، يعني سيتم الدفع على بالتقسيط على مدار 3 سنوات 50 جنيه للمتر في السنه الواحده، هو رقم زهيد جدا. كل هذه الامور هتهدي كثير من روع المواطنين وهتسلم من ما يسمى بالسلم والامان الاجتماعي للمواطنين، خصوصا احساس المواطن بعد كده انه يعيش في ملكه وفي وضع مقنن، ده هينعكس بدوره على استقراره النفسي والاجتماعي. اكيد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد باشا رئيس تحرير روز اليوسف.